السلام عليكم، لاباس عليكم؟ بخير، مرحبا بكم في قناة سمير تيتو للطبخ والحلويات. اليوم ان شاء الله غنديروا هاد لي كريب مالحين اللي تيجيو رائعين بزاف عاد، ومغير المذاق ديالو على لي كريب العادي اللي تنديرو. نتمنى انكم تتبعوا معايا المراحل وبالصحة والراحة. السلام عليكم، لاباس عليكم؟ بخير. دونك كيف قلت لكم غنديروا لي كريب مالحين. انا ديجا دايره معكم دي كريب مالحين، ولكن هادو بطريقه واحده اخرى وتيجيو هائلين هادو في المذاق. ما تشبعوش منهم، تاكلوهم غير هكذاك خاوين. دونك عندي هنايا نص سيترو الحليب، وكاس لاروب ديال الزيت، كاس العنبه بالعبار ديال العنبه، كاس لاروب ديال الزيت، عندي ثلاثه البيضات، عندي شي قبيصه ديال الملح، عندي شويه البزار، شويه ديال البزار، عندي 300 غرام ديال الطحين، وعندي فلفله حمراء مشويه، عندي فلفله حمراء مشويه. دونك انا درتها معاها، غادي نطحن بعد هذا الشيء. هذا بعد ما طحنت لي كريب ديالي مع الفليفله، دونك دابا غادي نزيد 300 غرام ديال الطحين، وغادي نزيد هنا غادي نزيد في هذا المالح، غادي نزيد نص خماره، غادي نزيد نص خماره الحمراء، غنزيدو نص خماره ديك الحمراء. دونك غنضيفو نص خمارة وغنطحنو كلشي. دونك هنا من بعد ما طحنت الخليط دونك أنا غادي نصفيه، هكذا نتوما شفتوا، باش تحيد ليا داك ديال الفلفله، دوك الطريفات الصغار اللي تيبقاو في الفلفله. وغادا نغطيه ارتاح بنفس الطريقه، غادا نغطيه ارتاح نص ساعه. ها نتوما شفتوا حيت الخليط يكون عندي شويه عقد، وعاد غادي نزيد عليه ربعه ديال الحليب، غادي نزيد فيه ربعه ديال الحليب. ها نتوما شفتوا اللون ديالو كيفاش تيكون. دونك غادي نزيد عليه واحد ربعه ديال الحليب، وان شاء الله نتلاقاو من بعد. لي كريب ديالنا من بعد ما ارتاحوا لينا، اما نتوما شفتوا العجينه لي كريب صالي. دونك غادي ندير ربعه ديال الحليب، غادي نخلطهم مزيان وصافي، وغندوز نطيبهم ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. دونك هنايا لي كريب مالحين ديالنا ها همايا، دونك انا بديت تنطيب فيهم، غنكملهم ونتلاقاو ان شاء الله باش نديرو لي فاس. هانتوما شفتو اللون ديالهم كيفاش تيكون مع ديك الفليفله. بغيتوهم بالخضر ديرو المعدنوس ولا لي زيبيناغ، ولكن المعدنوس تيجيو حسن، تيجيو لذاد. لي زيبيناغ شويه تيكون واحد لوغو شويه. هنا من بعد ما طيبنا لي كريب ديالنا المالحين، دونك عندي جوج حشوات. عندي الحشوه الاولى عندي فيها الدجاج مشحر مع الثومه والبصله والمعدنوس والتحميره والبزار والكمون، وغادي نزيد معاه البيشاميل، غادي نزيد معاه البيشاميل
هكذا، وغادي نخلط الحشوه ديالي كلها، وغادي نزيد فيها الفرماج، غادي نزيد عليها الفرماج محكوك، غادي نزيد عليها الفرماج محكوك، كلشي الفرماج اللي عندي نخلط خليط ديال الفرماج. وغادي نعمر، غادي نعمرهم وغادي ندير لهم فرماج من الفوق، وغنخشيهم في الفران يتكراتيناو، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما لي كريب ديالي. ها هما، ها نتوما تشوفوا فيهم، ها هما شوفوا اللوين اللي فيهم، ها نتوما نتوما. دونك انا غنعمرهم وغادي نخشيهم في الفران، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. والحشوه الثانيه عندي الكفته مشحره مع البصله والقزبر ومعدنوس والعطريات الكفته و 4 ديال الكيريات، غنعمر بهم تما لي كريب، وغنديرهم في لي مول ديالي اغراتان هادو، وغادي نخشيهم في الفران يتكراتينو. نتلاقاو ان شاء الله من بعد منين نكمل. ها نتوما انا نوريكم واحد الطويه اللي تندير لي كريب. دونك عندي الكريب ديالي، ها هي غندير لا فارس فوالا، نسرحها، غادي نطوي هاد الجنيبات، نطوي هاد الجنيبات، وغادي نسد هذا سميتو، غادي نضغط على هكذا، غادي نضغط على هكذا فوالا، وغادي نقلبها هكذا، غنخشي لها هذا الشيء اللي بقى لي هنا. وهذا غندير هذا الجنب، هذا غادي ندير تحتو الفرماج غابي في الفران، اللي غادي يذوب لي الفرماج هو اللي غادي يشدها لي. دونك انا نعاود معكم وحيده اخرى، دونك عندي اون كريب ها هي، تنحط لا فارس، تنحط لا فارس، تنسد الجناب هكذا، تنطويها هلا، تنقلبها هكذا شفتو، وتنشد الفرماج تنديرو تحت هاد البلي هادي، تنحلها وتندير شويه الفرماج، شويه غير اللي غادي يذوب ويشدها لي هكذا. هلا دونك انا غنكمل ونتلاقاو. بالنسبه لهذوك الكفته، انا درت الكفته، درت لها هذا سميتو، درت لا فارس ديالي، ودرت الموزاريل دونك، وغادي نلوي هكذا، وغادي نقطع هكذا، هلا وغادي نقادهم، غادي نحصل على دي لوزونج هكذا، غادي نقادهم في المول، وغادي نخلي غادي ندير لهم فرماج من الفوق ونخشيهم في الفران ديالنا. هما هادو، هما هذا الشكيه اللي طويتو هكذا، وهذا درتهم سامبل، هادو اللي بالكفته، لي بودان اللي بالكفته مقطعين. نتمنى انهم يعجبوكم.